مع المدير احترامي الفني مش هيعمل مشروع قبلال ابدا. المدير لا الفني لا كابتن ده كلام اللي اتقال يا كابتن. انا فاهم، انا عشان كده انا برد عليه يعني. مش مدير فني هو اللي هيعمل مشروع لكره القدم. المدير هي الفني القصه للاتحاد بالظبط، هي القصه يعني. القصه مش مساله مش مساله منتخب مصر الاول. هي القصه عشان تعمل مشروع اسمه مشروع لكره القدم المصريه. المشروع ده بيبقى من القاعده اساسا عشان توصل للمنتخب الكبير. بما فيها بقى ايه قصده الناشئين و طب ايه رايك احنا حصل عندنا المشروع ده قبل كده من غير كلام ومن غير دوشه ايام دوري القطاعات ومنتخبات طبعاً. الناشئين والشباب والاولمبي اللي كانت تصاعديا ده زمان يا كابتن. ايوه زمان يا استاذ جمال. انت السنه دي انا اسف يعني 2005 راحت البطوله بتاعت يعني المغرب واداء هزيل. 2006 خرجت من الادوار التمادية ما راحتش البطوله. 2003 بتلعب على ملعبك ما سجلتش هدف فيها. لا اللي انا فين المشروع اللي انت بتعمله كابتن اسف كابتن؟ ان احنا من غير ما ندور بره على افكار احنا عملنا ده. ما كان في كده يعني زمان يعني مثلا منتخب دربه شوقي غريب ومنتخب دربه حسن شحاته بدون القاب يعني. حتى كابتن حسن الرئيس جت صدفه. لا انا عارف اللي هو كابتن عصام لا مش صدفه. لا والله كانوا عايزين يجيبوا سيبو كير. انا فاكر الفتره دي بعد برادلي بعد طردلي وجيت الكابتن عصام اصمم على كابتن حسن. لا انا هقول حاجه انه الاثنين اللي نجحوا دول كاجهزه فنيه هم اللي وصلوا بطوله كاس عالم لو نفتكر. خدوا افريقيا وراحوا بطوله عالم. صح. حصل جمع بين الشخصين دول في جهاز واحد اللي هو جهاز المنتخب الاول اللي هو قبل 2006. صح ولا غلط؟ مظبوط. صح. يبقى اذا ده كان مشروع برضو. صح. حتى لو ما سميناهوش حتى لو ما قلناش ده مشروع حقيقي كلامك. النقطه